بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قبل فترة اشتريت ورق سلوفان وكان تعلف الورق كله ملتصق مع بعضه بعد ما يصلح للاستخدام بالمطبخ، فحتى لا أرمي بحثت عن النت شنو ممكن استفاد منه، وفعلا شفت فيديو عجبني وعملت له لايك، أخذت منه كم فكرة وطورتها، ضفت لها لمسات من عندي وحبيت أشارككم بها. الفكرة الأولى، نصنع قمع من ورق السلوفان. أني استخدمت أكثر من ورقة ولفيتها ولزقتها بشريط اللاصق حتى استخدمه أكثر من مرة، وعملت من عنده كم واحد بأحجام مختلفة، خليتها جوا إيدي بالمطبخ، وسرح أشوفكم شنو الفرق بينها وبين القمع العادي. بالنسبة للقمع العادي، لاحظ موديله ما يساعدني على عبور بعض المواد الخشنة مثل الحبيبات البهارات وأيضا بعض أنواع الملح، بينما القمع اللي أصنعه بورق السلوفان ممكن أتحكم بحجم الفوهة بالمقص، أعمل فوهة كبيرة أكبر من فوهة القمع العادي، وسرح أشوفكم بطريقة عملية شنو دا أقصد. هنا تتوفر عندي هذه القناني ما ارميها، راح احول بها هذا الزيت المحروق، ما اسكبه بالسينك حتى لا اسبب انسداد المجاري، وما راح استخدم هذا القمع العادي احافظ على نظافته، وانما استخدم القمع اللي صنعناه من ورق السلوفان، وبعدها اقدر ارميه بكل سهولة ما يحتاج غسل، واحكم غلق القنينة وارميها بسلة المطبخ احافظ على نظافتها ايضا. أما هنا صنعت من ورق السلوفان رولات صغيرة تشبه البطارية ونفس الحجم. إحنا صحيح تتوفر عندنا بالمنزل بطاريات، بس دائما يصادف ينقص من عندنا ولو عدد واحد، سواء بالريموت أو بألعاب الأطفال، فنقدر نصنع بطارية من ورق السلوفان بديل عن العدد الناقص عندنا. الفيديو اللي أنا تابعته بالبداية ما حسيت به مصداقية، لأن يتكون من مقطعين، الأول شفناه دا يتحكم بالريموت، وبالمقطع الثاني دا تتقلب القنوات، فأني حتى أثبت لكم أنه المعلومة اللي بالفيديو كانت صحيحة، وأنه فعلا هذه رولة السلوفان بديلة عن البطارية، عملتها للفيديو لكن من مقطع واحد، وكما راح تلاحظون. بسبب انه رولة مالت سلوفان كاملة تلفت، فتبقى عندي المزيد من الورق، راح اعمل به مزهرية كنا سبق وان عملناها من ورق الابرو، حلوة جدا، راح افق لكم صورتها. عبارة عن شرايط سواء من الابرو او هسه من السلوفان، نثنيها على شكل ازهار كما تلاحظون هنا بالصورة، ونعمل عدد من هذه الازهار، نلزقها بواسطة مسدس السيليكون على اي علبة بلاستيكية متوفرة بالمنزل كما راح تلاحظون بالفيديو.
كملت تثبيت الأزهار، تبقى أنه أضيف لها بعض الدانتيلات وبعض اللمسات حتى أزيد من جماليتها. خلصت المزهرية وشوفتكم شلون صنعنا الأزهار، واستخدمت بالقاعدة أقراص السي دي أضيف لها أكثر جمالية. الهدف من هذا الفيديو مو تشجيعا على استهلاك أوراق السيلوفان اللي تكون نافعة بالمطبخ، وإنما أنا كانت تالفة عندي وحورتها لهذا العمل اللي مو بالضرورة راح نحتفظ به بزوايا البيت إذا كنا حابين نقتني تحفيات جاهزة وتكون بأسعار باهظة، لكن الهدف قد يكون إنه نستفاد منها أيام المدارس خصوصا فترة الامتحانات، يطلبون من عندهم أعمال فنية ويكون الطالب مشغول بمراجعة دروسه، فإحنا نستغل وقت العطلة نعمل مثل هكذا شغلات تكون نافعة ويحصل عليها درجة. أتمنى المزهرية عجبتكم والفيديو كله بصورة عامة عجبكم، وشكرا للمتابعة وربي يحفظكم. مع السلامة.